وكده، ف يعني الأنشطة اتغيرت وكذا حاجة اتغيرت، فالحمد لله احنا رجعنا تاني والتقينا بيه، نرحب بيه في جامعة المستقبل بشكل عام، وفي الـ Student Branch بتاع الـ IEEE بشكل خاص. دكتور أحمد خبرة كبيرة، إن شاء الله احنا نتمنى إن أنتوا تستفيدوا منه يعني في المحاضرة بتاعت النهاردة اللي بتتكلم على الـ ROVs بالتفاصيل، إن شاء الله هيسردها على الدكتور معانا. يعني الدكتور أحمد أعرفكم بيه سريعا، يعني هو حصل على دكتوراه من جامعة مانهايم في ألمانيا في تخصص الـ Autonomous Vehicles، وهو حاليا الدين بتاع الـ Regional Informatics Centers والـ Head of Underwater Robotics Technology Center، وهو واحد من الـ Founders للـ Challenges بتاعت الـ Underwater بشكل عام في مصر. فإحنا إن شاء الله من كل الخبرات دي نتمنى إن إحنا نستفيد منه، ونتمنى كمان إن التعاون ما يقفش عند المحاضرة دي ويبقى فيه تعاونات في مجالات كثيرة قدام بإذن الله. تفضل يا دكتور أحمد. شكرا دكتور أحمد، أنا طبعا يشرفني إن أنا بقى النهاردة معاكم، والصراحة هو فعلا زي ما دكتور أحمد قال، إحنا بقالنا فترة طويلة بنحاول نعمل السيمينار ده، كان من شهر 11 تقريبا أو 12 اللي فات، وكانت الظروف واجهت شوية صعوبات معانا، وجاء على الكوفيد 19 فالدنيا أزمت شوية. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم في السيمينار، وممكن لو بس دكتور أحمد يعمل لي كوهوستنج عشان أعمل شير للبرزنتيشن كده خفيفة، هنتكلم فيها على Remotely Operated Vehicles أو Under Water Technologies من بداية الحلم لغاية لما وصلنا إن هو بيبقى حقيقة معانا. فأنا هعمل شير دلوقتي. تفضل يا فندم. شكرا دكتور أحمد. هو البرزنتيشن إن شاء الله ما تبقاش طويلة، بس إحنا هنحاول أعرض فيها على قد ما أقدر إيه اللي وصلنا له يعني. بداية احنا نتكلم introduction what is an ROV. ROV يعني remotely operated vehicle، وغالبا remotely operated vehicle دي بتتحرك عن بعد، مش ذاتية عن بعد، فممكن تبقى ارض او تحت المية، وغالبا هي بتكون تحت المية. المفروض ان ال ROV دي بتعمل شوية specifics targets او tasks، وبتبقى في search and rescue، بتبقى inspection، يعني الناس بتوع المارين بيبتدوا يبصوا على الحياة اللي عايشة فيها الحياة البحرية. طبعا في الـ oil and gas industry ليها application عالي جدا، واللي بيشتغل في الـ ROV piloting او inspection او troubleshooting ده بيبقى من احد المهندسين القليلين اللي موجودين في السوق. هتفتكر مع ROV اول حاجه اللي هي تايتانيك، يعني تايتانيك لما اكتشفوها وما كانوش حد عارف ينزل تحت، كانوا بينزلوا له ROV ينزل يبص عليها. فاللي قدامنا فوق على الشمال ده هو اول ROV نزل يبص على تايتانيك، الكلام ده احنا بنتكلم مثلا من 25 سنه ولا حاجه. وبعد كده اللي على اليمين ده من الاواخر، يعني في اخر 5 6 سنين بينزل يبص بيها، فانتوا متخيلين الحجم ما بين الاثنين عامل ازاي. بس في ابلكيشن تانية للار او في انا هعرضها من خلال ار او في بتاع فيجرو. فده فيديو فيجرو كانت عاملاه بتقول الار او في بتاعها بيستخدم في ايه، فبيعمل جايدنج لاذر دايفرز، وانا مش هسرع شويه، بيعمل لهم مساعده وهم قاعدين شغالين تحت، بيعملوا جايدنج بيحسسهم ان في خطر ولا لا. والار او في ده بيبقى كلاسز، في ميني ار او فيز وفي كلاسيك ار او فيز، وكله تبع الويتس بتاعتها. وفي انسبكشن ان هو يقدر يخش جوه بايب لاين ينسبكت ايه اللي موجود جوه، بيبقى صعب على الدايفر ان هو يخش، او دينجرس ان الدايفر يخش جوه، يخش ياخد صور ليها ويرجع زي ما احنا شايفين ان هو في الكاميرا هنا، يخش يبص انسبكت اذا كان في خرم، في مشكله ما،
وبيبقى الار او في بيكون من حاجات خفيفه يعني ممكن يبقى هاندل لان ده بيبقى صغير. ده غالبا اللي كل الناس اللي في مصر اللي هي الشركات الصغيره بتعمله او الـ 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 الناس اللي في المسابقات بتعمله. في كاميرات طبعا بيها ستاندرد معينه. في بقى الار او في حلاوته ان هو بيدي لك بريسيشن عالي، بيخليك تركز على الجزء اللي انت عايز تصوره بس او الجزء اللي انت تشتغل فيه بس. ممكن تنزل على اعماق عاليه، ممكن تنزل هنا وتعمل انسبكشن على الرفاص بتاع المركب تشوف اذا كان في مشكله او ايه الحاجات اللي معلقه فيه. بيستخدم في الاندستري بان انت تنزل تعمل انسبكشن لكل الخزان ده كله من غير ما تنزل دايفر. لو كانت البيئه غير صالحه بتنزل شيء، بتنزل ار او في لوحده بياخد انسبكشن البايب لاين كله. anyway انا مش هطول فيه، بس انا عايز اقول لكم بقى ايه بدايه الار او في جامد. احنا بندخل كومبيتيشن كل سنه، دي معموله من منظمه او سنتر اسمه ميت، مارينا ادفانس تكنولوجي اديوكيشن سنتر، ده موجود في امريكا. كان السنتر ده اتعمل ولقى ان في عدم اقبال عالي على الار او في تكنولوجي عموما يعني، او السوق بيدور على ناس وهو مش لاقيهم، فابتدوا يعملوا تشالنج عشان يشجعوا طلبه اللي في المدارس ان هم يخشوا او يبتدوا يخشوا في الجزء ده. اللي بيعمل المؤسسه دي المسابقه دي بتبقى في سبونسرز كتير قوي زي ناسا وزي شيل وزي بي بي، كلها مؤسسات بتبقى طالبه المهندسين في الحته دي. ايه هي ميت تول؟ اول دي زي ما قلت ان هي عباره عن مارين ادفانس تكنولوجي اديوكيشن فور انسبريشن فور انوفيشن. دي بتعمل ستيم عشان تزود الكرياتيفيتي بتاع طلبه المدارس مينلي وبعد كده طلبه الجامعه. في تقريبا بتاع 6000 ستودنت ما بين 16 بارتيسيبنت، جريدز ما بين 4 ل 16 في المدرسه، بيخشوا كل سنه المسابقه دي على مستوى العالم. احنا عندنا برضو الجزء بتاع الجامعات بيبقى اكبر من جزء الطلبه بتوع المدارس صراحه في مصر. احنا عندنا في مصر ريجن اكبر ريجن موجوده تقريبا على مستوى العالم. هدفهم كلهم ان كل الناس او كل الطلبه اللي بتخش المسابقه دي تتكلم بلغه واحده اللي هي لغه الار او في. الصورة دي ترق من 4 قارات مختلفة، من 4 دول مختلفة، والأربعة بيتكلموا لغات مختلفة. يعني الفريق اللي هو اللي على اليمين ده فريق من مصر. دول فريق الأكاديمية اسمه أبيدوس، كان موجود في المسابقة لأن هما بعد ما بيخلصوا المسابقة بيعملوا حاجة اسمها بونس ميشن، يخلوا 4 فرق يشتغلوا مع بعض. فالأربعة بيشتغلوا مع بعض إن كوبريشن عشان ينفذوا مهمة معينة. طالما الأربعة عارفين لغة الأر أو في فده بالنسبة لهم نجاح. كومبيتيشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن كذا كلاس. في عندنا كلاس اكسبلورر دي فوق 19 سنه اللي هي يونيفرستيز وفاكولتي وكوليدج، وفي رينجرز اللي هي سكول هاي سكول من 12 ل 18 سنه اللي هو اعدادي وثانوي، وفي السكاوتس اللي هو اللي اصغر بقى اصغر من 12 سنه. احنا عندنا في بارتيسيبنت من عندهم 8 سنين بيخشوا. المفروض ان التيم ده بيدليفر 4 حاجات على طول المسابقه. الاول تكنيكال ريبورت بيوضح فيه شغل التيم عباره عن ايه. هو هي النقطه ان هو مش بيخاطب ان هو ان انتوا تيم وداخلين المسابقه، لا هو بيخاطب ان انت شركه عندك فاينانشال ديبارتمنت، عندك الكتريكال تيم، عندك ميكانيكال تيم، عندك حد بيعمل دعايه. كل الكلام ده لازم يبقى موجود في الريبورت بتاعك، لان هو عباره عن ايه؟ مثلا بيقول انا شركه اويل اند جاز وعايز اجر ار او في معينه، وحضراتكم بتقدموا لي العروض بتاعتكم. فالعروض بتعتمد على كذا حاجه. اول حاجه ماركتنج ديسبلاي، ان انت بتعمل اعلان، الاعلان لازم يبقى فيه واضح 1 2 3 4، وبتقدم لهم تكنيكال ريبورت الواضح فيه السبيسيفيكيشن بتاعه الار او في. بعد كده يقول لك تعالى اعرض لي بقى، بيع لي، يروح عامل برزنتيشن اسمها جينيريك برزنتيشن. حضرتك بتقعد تعرض له كل اللي يميز الار او في بتاعك عن التانيين. بعد كده طب اعمل لي برودكت ديمونستريشن للحاجه اللي انت هتعملها. ده بالظبط اللي بيتعمل في السوق تقريبا. ف بتمرن المهندسين اللي موجودين في كل تيم على ان هم يبقوا كومباني واحده، وهدفهم ان هم في الاخر يكسبوا المناقصه دي.
بيبقى الميشنز عباره عن كلاس تبع اكسبلورر رينجرز، هم بيوضحوها بنقط معينه هيعملوا ايه. يعني المفروض تتتبع لاين فولوينج، دي كانت موجوده السنه اللي فاتت، ان انت تفولو ذا لاين بالكاميرا، تتكلم تجيب التول بتاعه. في عندك ميشنز تانية اللي هو بتبتدي تركب بقى كومبوننتس فوق بعض وتركبها وتحطها تبع نظام معين هو معمول. كان في مايكرو ار او في بيطلع من الار او في ويخش جوه يصور البايب دي لغايه الاخر. بس هو صراحه في المسابقه الدوليه ما حدش عملها خالص، ولا المسابقه بتاعت مصر. الكلام ده كان في 2017. بتقيس درجه الحراره، بتقيس العمق، بتقيس البي اتش، بتبتدي تستكشف حاجات. يعني المفروض ان انت بتكتشف ان في في حاجه معينه غلط فبتقيسها تقريبا من ذوقه الميه حاجه كده. فانت بتقيسها عن طريق الاشكال دي، المفروض بالاشكال دي يا اما تعملها اوتوميتد يا اما تعملها بالنظر. دي عليها 5 درجات، دي عليها 25 درجه، بتحط سبيسمنت جوه وهكذا. بتبقى الميشنز بالطريقه دي. بتقيس مثلا طول كانون معين. يعني هي كانت المسابقه كلها كانت في حته اسمها كينج سبورت، وكان في بحيره كبيره جدا محطوط على سد، وكان الفالي بتاع البحيره دي كان حصل فيه اكبر معركه حرب اهليه حصلت ما بينهم. ففي بتنزل تجيب كانون وتقيسه وترفعه وتشوف تحت عمق قد ايه، وبقاله قد ايه موجود تحت، نوعه ايه، النوع الحديد ايه، والوزن بتاعه ايه، وهكذا. النقطه ان الار او في بيبقى كومبوننتس بتاعته كتيره جدا. انا هعرض لكم هنا فيديو لفريق انفكتس، ده كان واخد تاني العالم السنه اللي فاتت 2019. هو بيبقى عنده ايه، لازم بيعرض الاول اللي انت شغال 4 48 فولت سبلاي ومتوصل بالجاك. المفروض الكونكتور بيبقى من نوع معين، نوع اندرسون هم اللي بيطلبوه، وبيتحط على سيركت بريكر عشان لو كارنت زاد يفصل، لان انت ليك 30 امبير بس، ويبقى على بعد معين منها. كل دي بتبقى سبيسيفيكيشن مطلوبه. ويبقى في طبعا عندك الجويستيك كنترولر والكنترول بوكس والكاميرا اللي انت هتشوف منها، وامرجنسي بوتوم لازم يبقى موجود. يعني الحاجات بتبقى محطوطه على ستاندرد هم حاطينها اللي بيحدده لهم. يعني هنا كان في ده الجزء اللي فيه كنترول يونت مع دوائر بسم الله الرحمن الدوائر بتاعه الكاميرات. اللي بيحدد الحاجات دي الناس بتوع سيفتي، شركات السيفتي اللي في شركات البترول بتحطها لهم. بيتوصل بكابل، والكابل ممسوك كويس ومشدود، ودي الثراسترز بروبيلر، الكابل متوصل جوه، ودي الكنترول بوكس. ان شاء الله وانت لو بتبتدي تعمل تيم او عايز تعمل حاجه زي كده هتعرف الحاجات دي يعني، وتاخدها واحده واحده وتشوفها. بس اللي انا بعرضه لك، يعني في فرق تانية قويه جدا في مصر، بس ده من الفرق اللي هي قويه بقى لها 3 أو 4 سنين. في فريق ميدن الكسندريه، ده من جامعه اسكندريه، فريق جامد جدا يعني ما شاء الله عليهم. وفي فريق في جامعه عين شمس بتاع اي سي ريسر، بتاع اي سي يو ريسر. الفريق ده يعني اكتر فريق بيعمل انوفيشن وريسيرش اند ديفلوبمنت في الار او في بتاعه. طيب ايه الهيستوري؟ احنا وصلنا لكده يعني، الناس دول عملوا كده ازاي؟ اول حاجه في 2011 بعد الثوره على طول، في طلبه ابتدوا يفكروا في المسابقات يطلعوها بره. وكان اول فريق كان الاكاديميه كان عايز يطلع مسابقه الار او في دي بره في 2010 2011. ففعلا جونوا وجمعوا وطلع لهم موازنه وعملوا الار او في وسافروا. بس طبعا واجهتهم مشاكل كبيره جدا جدا. يعني اول حاجه ان هم راحوا الار او في تقريبا مكسر، كانت وكاله ناسا المسابقه، فبيعدوا حاجه اسمها سيفتي تشيك الاول، ما عدوش منه. فاخدوا اذن من مديره المسابقه اللي هي متصوره هنا ان هم يعملوا سيفتي تشيك ثاني يوم ثاني، دي اول مره يشاركوا و و و. وهي صراحه ده كان اول فريق يطلع من الميدل ايست نورث افريكا، من المينا ريجن كلها. فقعدوا في هيوستن طول اليوم بيركبوا الار او في عشان يعدي ويشتغل. فعدى واشتغل تاني يوم في الانسبكشن، بس نزل بلط ما جابش حاجه يعني. فبناء على هذا ان هم ادوا لهم جايزه اسمها جاتس اند جلوري، اوفركم هاردشيب اند فاندنج نيو سوليوشن تو ريزولف.
دي جايزه بتتعطى للفريق اللي جاي قدامه صعوبات جديده كتيره جدا 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 وحلها في الاخر وقدر انه يوصل لحاجه معينه. طبعا كنا فرحانين جدا بالجائزه دي يعني، بس هي جائزه من الاخر اللي هو ايه، برافو عليكم انتوا شرفتونا ونورتونا يعني، بس ايه اول حاجه تحصل باول مشاركه، ففي جوائز كتيره تدي لك ايه موتيفيشن ان انت تكمل. السنه اللي بعدها 2012 في فريق جامعه المنصوره راح، وفي فريق من رينجرز ده كان اكسبلورر ورينجرز راح. الاكسبلورر جاب جاتس اند جلوري برضو، الرينجرز جاب جاتس اند جلوري برضو تاني، هي الجائزه معلقه معانا يعني. وفي 2013 نفس الفريق بتاع جامعه المنصوره راح، كان جامعه المنصوره بياخد الاول لمده سنتين 2012 و2013 الصراحه. وكان في فريق الاكاديميه بتاع شاركس راح جاب جاتس اند جلوري برضو تاني، جائزه معلقه معانا مش عايزه تتغير يعني، اللي هو ايه برافو شرفته عملت شغل حلو وروحت. بس ابتدى يتفتح مجال تاني بقى، ان انا ليه بجيب جاتس اند جلوري بس؟ ليه انا ما بطلعش فوق؟ ليه انا بطلع على طول ال 27 من 30 فريق؟ ليه انا بطلع ال 12 ال 15 من 24 فريق؟ في حاجه ثانيه، لان انا مش حاطط جيل كامل ما تعملوش تريننج. فابتدى تطلع فرق تعمل تريننج زي فريق اكوا فوتونز جامعه اسكندريه، فتح تريننج اكاديمي وقعد يمرن كل اللي داخلين جديد كليه هندسه. وفي سنترز ابتدت تشتغل زي نوشنز وانتجريت في اسكندريه برضو يعملوا للطلبه بتوع المدارس. وفي برضو فريق كان اسمه توربيني بتاع الاكاديميه برضو ابتدى يطلع الحكايه دي. وابتدت الاذر بارتنر اللي عمل المسابقه كانت الاكاديميه وشركه حدث اللي عاملاها، ابتدت تعمل ورك شوبس في جامعه زويل وجامعه النيل و و و لغايه في 2014 اتاهل ثلاث فرق اكسبلورر، اكوا فوتون وام اي اي وتوربيني. اكوا فوتون ام اي من جامعه اسكندريه وتوربيني كان من الاكاديميه. اكوا فوتون نجح ان هو يجيب المركز السادس على العالم. دي كانت ايه بقى؟ يعني فجاه كده اهو بنطلع زيرو للسادس على العالم. والسكور بتاع البرودكت ديمونستريشن خامس احسن سكور على العالم، دي كانت حاجه جامده جدا. في الف فريق انا غيرت وجهه تفكيري كلها من ان انا تيم، لا انا كومباني وعايز اكسب الجوب دي عشان اجيب فلوس، بقى دي فكرته. فالاستراتيجي بتاعته كلها اتغيرت ناحيه ان هو يبقى كومباني، وده الهدف بتاع المسابقه، ان احنا بنمرن كل البارتيسيبنت اذا كانوا في مدارس او جامعه ان هو يفكر ان بزنس وايز، لان هو المفروض ان اللي يخرج لك من المسابقه دي ان احنا بنطلع جيل كامل يعمل بزنس للار او فيز. فابتدى يفتح معاه بقى طالما جاب نتيجه اقوى فوتون كذا شركه ثانيه. تيمز بتاعت روبوتك فتحت، توربيدو فتح، فورتكس فتح، توربيني فتح، اي اس يو ريسنج تيم فتح، ام اي اي اللي هو ميدان الكسندريه فتح تريننج اكاديمي. ابتدى يطلع اجيال ثانيه تتمرن وتمنتين ذا سيم براند، مش كل واحد يجي يقول لك لا انا هعمل اسم لنفسي او او او، اي واحد بيبتدي من سكراتش ده بيفشل. انت بتكمل شغل الاخرين، فلازم تبقى مع فريق قوي عشان تكمل شغل. في الاكاديميه هنا عندنا سنتر اسمه ريجنال انفورماتيك سنتر. ريجنال انفورماتيك سنتر ده مهتم بالانشطه العلميه للطلبه اللي مش اللي في مصر بس، طلبه الوطن العربي في مصر والوطن العربي. هي الاكاديميه احد مؤسسات جامعه الدول العربيه وجهه غير هادفه للربح، اللي احنا بنعمله كله يخدم الانشطه العلميه في مصر والوطن العربي. احنا عندنا عاملين تريننج بروجرام، والتريننج بروجرام ده معتمد من مجلس التعليم بتاع الاكاديميه، بحيث ان هو يبقى 6 ويكس وورث اوف 90 اورز، زي كانك بتاخد تريننج بره، تروح مصنع او شركه تدريب تاخد تريننج عشان تتخرج. كل اللي في كليه هندسه عارفين الحكايه، انت لازم تتمرن 6 اسابيع عشان تتخرج. ابتدينا نعمل سمر كامبس ده في 2016، وابتدينا نوصل للدول العربيه عشان نزود الحكايه في المينا ريجن كلها. جالنا من المغرب والسعوديه والاردن، وقدرنا نعمل تريننج بروجرام محترم، وابتدينا نخش بقى المسابقات في 2016 و17 وهكذا. فابتدت في 2016 تظهر نتائج ثانيه. يعني فريق توربيني كان هو اللي راح مع الفرقه المصريه، كان في فريق توربيدو برضه راح وجاب السابع العالم، بس جاب جائزه حلوه قوي اسمها بانك فور ذا باك. بانك فور ذا باك ده هو كان جايب ثالث احسن سكور تحت الميه وباقل بادجت ممكن عشان يصنع الار او في، وده كان في وكاله ناسا. والمعمل
NPL ده معمل اللي اتصور فيه الجزء من فيلم أرماجيدن بتاع بروس ويلز. لو حد شاف اللقطة وهم قاعدين بيعملوا سيميليشن في المية تحت, ده البول اتعمل فيه الحتة دي. فلازم يخشوا له بسيكيورتي كليرنس. فاللي ياخد سيكيورتي كليرنس لازم يكون معاه فيزا أمريكا, وكان في ديدلاين للسيكيورتي كليرنس. فاللي اخذ السيكيورتي كليرنس 3 بس من الفريق, المفروض على الستيشن يقف 6, ودول كان نازلين دبث 12 متر, وده كان اقصى دبث مسابقه عملته. فثلاثه بس كانوا واقفين على الستيشن, فاضطروا يضحوا بشويه نقط, فطلعوا في المركز السابع بدل ما ياخدوا مركز احسن. بس جائزه بانك فور ذا بوك دي اول جائزه محترمه نشوفها يعني, لان هم كانوا جايبين رابع احسن سكور تحت المايه على المستوى المسابقه. سنة 2017 بقى في فريق انفكتس ابتدى يبان, اخذ رابع العالم طبعا ما كان احسن, واخذ جائزة اسمها شارك بيدو, دي الموست برستيجيك بقى اوورد, اللي هو موست انوفيتيف ثينكينج اوت اوف ذا بوكس ار او في. دي برضو كانت جائزة يعني برضو غيرت في الكونسبت بتاع الفرق, ان انت بتعمل حاجة فيري انوفيتيف يعني, هو بيحاول يوصل للافق بتاع الابتكار بتاع الفريق. وفي نفس السنه اخذ المركز الثالث فريق فورتكس من جامعه اسكندريه. ده كان مفاجاه صراحه يعني, هو انا في التحكيم بتاع في مسابقه دوليه, فبنعمل فوتنج على شويه تروفيز, بس ما بنعرفش مين الاول والثاني والثالث. لما عرفنا ان فريق فورتكس طلع الثالث كانت صدمه لينا, مش صدمه وحشه يعني, صدمه حلوه يعني, فريق من مصر واخد احسن ثلاث مراكز في العالم, دي كانت حاجه جامده يعني. بس الفرقه العربيه برضو عملت شغل حلو. فريق الاردن اول مره يشارك تحت الرينجرز, واخد برضو جاتسن جلوري, بس دي بدايه حلوه. في فريق بقى من جامعه حفت في السعوديه, جامعه حفت ده كله بنات بس, اخدوا فريق الوها تيم بيست تيم سبيريت, وفي واحده اخدت جائزه جي روفرز منهم, سوري جائزه جي روفرز دي اخدها توربيدو من جامعه اسكندريه, وفي واحده واخدوا برودكت برزنتيشن بنت اسمها ملك من الفريق اخدته. وكانت المسابقه مبسوطه جدا بالفريق ده, لان الفريق كله بنات, والبنات بتشتغل لوحدها, والبنات بتعرف تجاوب, فهم شايفينه حاجه اللي هي الحاجه الفيمينست اللي موجوده في الموضوع كله, ان فريق البنات من السعوديه اللي هي عندهم ضد الفيمينيزم في جامعه كلها بنات, وجامعه وابتكار والدوله سمحت لهم يعني, كانت حاجه بالنسبه لهم ضجه. اللي واقف معاهم في الصوره ده اسمه مارتي كلاين. مارتي كلاين ده من احد مخترعي جهاز السونار اللي امريكا بتستخدمه من 50 سنة أو حاجة زي كده, من أحد الناس اللي طوروا عليه تطوير جامد, أو أحد الناس اللي اخترعوه, بالنسبة لهم ده ناشنال تريجر يعني. في 2018 حصل طفرة, فريق فورتكس اللي هو أخذ ثالث العالم طلع أول العالم, وفريق MIA طلع ثالث العالم وأخذ جائزة دانية. فرق مصرية تشكل رعب المسابقة الدولية, ان هما بيخشوا تسحب, لان فورتكس كان اخد فعلا, ده كان طالع اول مصر وده طالع واخد احسن سكور تحت المية, احسن ميشن برودكت ديمونستريشن. والفرق ما بينه وما بين الاول 0.8 points يعني 8 من 10 درجة من 600 درجة, فرق ما بينه وبين الأول والتاني, فكان عنده يعني أقل من نقطة إن هو يبقى الأول العالم, بس إحنا كنا مبسوطين بيها. كان في مايكروسوفت أزور ماشين ليرنينج, ده كسبه فريق MIA. ده كان الـ ROV بتاعه وصل متأخر, تاه وما نزلش في الشركه يعني. الصراحه ده كان MIA كان مأساة بالنسبه له, لان كل حاجته اتاخرت, والار في وصل الاوتيل بتاع المسابقه الساعه 8 الصبح, والمسابقه بتبتدي الساعه 10, بس الحمد لله وصل شغال, واخدوا ترايل واحده ما اخدوش ترايل ثانيه. واللي احنا حسيناه ان كل الفرق الاكسبلوررز كانوا مستنيين MIA بتاع مصر ده هيعمل ايه. ده فيديو للريجنال بتبقى عندنا عامله ازاي, انا هطفي الصوت بتاعه عشان الصوت بتاعه عالي, واحنا هتشوفوا بيبقى الجو عامل ازاي في المسابقه والناس عامله ازاي والسبيريت بتاعه كل المشاركين.
بيبقى عندنا سبونسرز اديس بتاع الخدمات الملاحيه ان تي ار اي، هيئه قوميه لتنظيم الاتصالات. عندنا فرق من تونس، فرق من الاردن، وفرق من الامارات، وفرق من المغرب. الاول بيبقى فيه سيفتي انسبكشن وبنقيس السايز والوزن، لازم ما يتعداش حد معين. ده فريق الام اي اي، في فريق سيلفش. هي مع الاسف الفرق، مش مع الاسف يعني، انا من اسكندريه اصلا، بس الفرق بتاع اسكندريه كتيره جدا مقارنه بفرق القاهره او الاخرين. يعني احنا بيجي لنا فرقتين من القاهره بس تقريبا، فريق عين شمس وفريق قوي جدا، وفريق اي سي برضه فريق قوي، وبيجي لنا من جامعه حلوان واسيوط و و و و، بس الموضوع مش زايد. اسكندريه بيبقوا اكتر، مش مع الاسف يعني، من اسكندريه بحبها يعني، بس احنا يعني يهمنا ان احنا بنخدم كل مصر كلها. دي اطفال عندهم 9 سنين و11 سنه. المفروض اللي واقف على البول ما بيتكلمش اي حد من اللي واقف على الستيشن. ده رئيس التحكيم الدولي، رئيس هيئه التحكيم تشيف جادج، وبيجي كل سنه يتابع المسابقه. هو انا مش عايز اطول عشان الفيديو ما يبقاش يعني ده متين شويه، بس احنا بنعمل حفل ختام حلو، بنوزع الجوائز بطريقه حلوه، الفرقه بتبقى مبسوطه، وخصوصا الفرقه اللي مسافره وعارفه ان هي تمثل مصر دوليا، وعارفين ان هم هيروحوا يعملوا حاجه، لان المستوى مستوى عالي جدا بتاع فرقه مصر. المهندسين الطلبه اللي لسه في كليه هندسه، اللي هم رجاله بتوع كليه هندسه، يعرفوا ان هم احسن من اي حد تاني على مستوى العالم. انت عندك ناس من انجلترا ومن امريكا ومن الصين ومن سنغافوره ومن المانيا ومن كذا حته، بتعرف ان انت بتتميز عنهم في مسابقه يعني متساويه مع كل الناس، لان المسابقه دي بيحط عليها ريستريكشنز معينه، ما ينفعش تجيب كومبوننتس فيري كوميرشلايز، ما ينفعش تشتري ار او في تنزل بيه، لازم تصنعه وتبين ازاي صنعته وازاي صممت الميكانيكال ديزاين، وليه اخترت المواتير دي والبروبيلرز دي اخترتها على اساس ايه. الحاجه الوحيده اللي مسموح لك تشتريها فقط المواتير والبروبيلرز والكنترولرز وبس، ما ينفعش تشتري اسطوانه عزل جاهزه، لا انت لازم تيجي وتعمل العزل بتاعها وتعمل الاسطوانه بتاعتها وتبني البادي كله. بيبقى في ريستريكشنز تخلي في مساواه ما بين كل ايه، ما بين كل الفرق. وهتندهش يعني ان في اهالي بيقللوا في بادجت عشان يخلوا ولادهم يشتغلوا في حاجه زي كده في امريكا. يعني امريكا احنا بنشوف الاهالي بيقول لك المدرسه ما بتدفعش فلوس، عشان تبقى عارف المدارس في امريكا ما بتدفعش فلوس للولاد في الانشطه دي، بتدي لهم حمام السباحه، بتدي لهم حاجات كده، لكن الاهالي هي اللي بتجمع من بعض الفلوس. يعني بيقوم سايقين من ولايه مثلا في نورث امريكا، ومثلا سايقين من نيويورك مثلا او نيوجيرسي رايحين لغايه كاليفورنيا تحت خالص سواق يومين مع بعض عشان يقللوا تذاكر السفر. احنا وصلنا ان احنا ابتدينا 207، وصلنا 207 من 207 بارتيسيبنت في 2012 لغايه 502 في 2018، وكانوا 750 تقريبا في 2019، هي اخر واحده. طب الناس اللي شاركت بقت فين؟ في ناس من اوائل اللي شاركوا في اول تيم، اللي هو عبد الرحمن ابو الخير واحمد رامي. عبد الرحمن ابو الخير دلوقتي في المانيا من السنه اللي فاتت، اخر حاجه اعرف عنه.
واخد منحه في جامعه دورتموند يونيفرسيتي. رامي شغال في فيجرو، احمد رامي سيرفيسز. عبد الرحمن ده كان فريق انفكتس بتاع 2017، خلص الماجستير بتاعه منحه من نيو مكسيكو يونيفرسيتي، يعني هو خلص المسابقه ادوا له اوفر المنحه، رجع خلص حاجته جيش سافر تاني. يوسف كان فريق توربيني 2016 وهو هناك كان مسجل في سيتي يونيفرسيتي. مهند ما سافرش ولا مسابقه، مهند بس من اول ما دخل في ترم خامس كان قايل انا عايز اشتغل في المانيا، حاليا هو دلوقتي في شركه كونتيننتال في المانيا. في احمد هادي ده من فريق ماي اي في ايطاليا. زياد في دويسبورغ في المانيا. ايسن كريم وعمر وجنديه فورتكس توربيدو دول دلوقتي في فاليو، معهم احمد ناصر، وفي ناس اللي في ايفي لابس محمد يسري وصابر. في السكسس ستوريز بتاع جامعه عين شمس، يوسف احمد في فاليو، احمد السيد في نيدرلاندز دلوقتي، واحمد رجب في اوكرانيا، واحمد اسامه في ايفي لابس، وساره في فاليو برضو. في سكسس ستوريز كتيره جدا. الناس دي المكان اللي بتشتغل فيه والاماكن بتاعتها والخبره بتاعتها ده يدل على ان احنا محققين النجاح اللي احنا عايزين نطلعه من المسابقه، ان احنا نلاقي لك فرص عمل كويسه. في مصر كل شهر بيطلب تقريبا حوالي 4000 فرصه عمل مهندسين من الشركات الخاصه. خمسين واحد او 30 واحد على مستوى مصر، لسبب ان المهندس اللي طالع هو ما عندوش الخبره انه يقدر يشتغل على طول، او السكيلز عنده مش موجوده. شغلك في مسابقه زي دي بيديك السكيلز ان انت تقدر تعمل بروبلم سولفنج، تقدر تعمل ترابل شوتينج. ليه؟ ناخد مثلا البرودكت ديمونستريشن، لما الار او في تنزل الميه قدامك 15 دقيقه وتنفذ الميشنز كلها. لو في حاجه باظت انت بتطلع الار او في تصلحه وتنزله تاني، فانت لازم يبقى عندك خطه ترابل شوتينج انت تبقى عارفها، والحل يبقى موجود في مخك على طول، والعطل يبقى فين على طول تبقى عارفه. في ناس raising their hands for questions، انا اعتقد بس ايه هنخلص دي ونفتح باب الاسئله ان شاء الله. معلش البرودكت الثاني، في فريق فورتكس احنا اللي قدرت اتابع عمل ايه وصل ايه لغايه دلوقتي، فتح كومباني فورتكس كو، وكان اخد انكيوبيشن من الاكاديميه العربيه ده ان يعمل اندستريال ار او في، وفعلا نجح ان هو يعمله عشان يشتغل اوف شور انسبكشن، مش كبير قوي وصغير اونلي فور انسبكشنز، وابتدى فعلا يعمل الشغل بتاعها. ما افتحهاش على كده بس، ده بيعمل تريننج، بيعمل بروديوسنج برودكشن، فتح برودكشن لاين لفرق الرينجرز مش في مصر بقى، شغال في دول الخليج والامارات وكده. احنا بقى في الاكاديميه السنه اللي فاتت حصلنا على منحه من بنك مصر ان احنا نعمل اول كوميرشال اندستري ار او في، مش اول قوي يعني لان فورتكس سبقه شويه، بس احنا هنعمل كوميرشال اندستري ار او في كبير او في كلاس معينه من الكلاسز اللي احنا عايزينها ونقدر كل سنه نطور عليه. وعلى اساس الديزاين هاوس اللي احنا خدنا المنحه بتاعته دي من بنك مصر رواد النيل، معانا برضو اكاديميه البحث العلمي، معانا شريك فيه كولوفيشن جلوبال انوفيشن اند انتربرايز انترنشيب جي اي اي، هي شريك معانا مبدئيا من بدايه الاندر ووتر روبوتكس في مصر والمسابقات دي. دول البارتنرز اللي موجودين، نايل برينير واكاديميه البحث العلمي وبنك مصر، ان احنا قدرنا نطلع ننفذ ميشن معينه ان احنا ننهاس التكنولوجي بتاع الاندر ووتر روبوتكس ونقدر نطور منها بالاستشارات الهندسيه والتريننج والاديوكيشن والريسيرش، ان احنا كوننا فريق عمل. فريق العمل ده اعتمد على السينيورز اللي كانوا موجودين في 2017 في انفكتس، وهم اصلا كلهم تقريبا مخلصين من بره مصر، في محمد سمير ايطاليا وحسام ايطاليا وهشام فاضل ده في اسبانيا ومحمد لطفي في امريكا، وفي الفريق اللي تحتهم برضه اللي شغال معانا في التصنيع حاليا. احنا عملنا بروتوتايب صغير، مش صغير، البروتوتايب اللي هو على مقاس بتاع مسابقه
مطبقين عليه السوفت وير الالجوريزمز والكنترول سيستم اللي احنا عايزينه، وحاليا الكبير بيتركبه وبيتركب له الكومبوننتس بتاعته، والتذر بتاعه بيتجاب من بره وكل الحاجات دي. لو هديلكوا تايم لابس كده اهو فيديو صغير لطرق لمراحل تركيبه للبادي ذات نفسه. ما نقدرش يعني في حاجات تانية ما نقدرش نوريها دلوقتي لغايه لما تخلص، بس دي مراحل التصنيع والتركيب بتاعه البادي اساسا. طبعا هو حجمه مرتين ونص قد حجم الروفي العادي اللي بيخش بيه المسابقه. طبعا احنا بنحاول نمنتين الامان الامن الصناعي على قد ما نقدر، بس احنا مصريين الامن الصناعي عندنا يعني خد بالك من نفسك كده وبغمض عينك كنت بتستعمل الصاروخ، ده الامن الصناعي بتاعنا. ان شاء الله تابعوا على الويب سايت بتاع الـ URTC ويب سايت، هتلاقوا فيه كل شويه ابديتس على الفيديوز والمعمل والحاجات اللي شغالين فيها. ده الاندستري كوميرشال ار او في. في عندنا بروجكت تاني فور اوتونوموس اندر ووتر فيكل. اوتونوموس يعني ذاتيه التحكم، هو انت يعني انت بتدوس اون تنزل الار او في تحت الميه وتدوس اون وهو يعمل كل حاجه، ما فيش بايلوتنج ولا حد بجويستيك ولا حاجه. ده ابتدينا فيه ديزاين، طبعا احنا كل شغلنا ريسيرش اند ديفلوبمنت مش تركيب وتشغيل وبس، لا بتعتمد على كل الميثودز اللي احنا اللي الطلبه بيدرسينها واللي احنا بنستخدمها في الكولينج والكلام ده كله. وقدرنا نصنع الميكانيكال ديزاين بتاعه، ومفروض ان دلوقتي ب الفيسلز اللي هيتحط فيها ار سيلد كويسه، العزل بتاعها كويس، والكنترول بيتركب جوه دلوقتي، لان هنا بنستخدم هاي ليفل اوف كنترول عالي اكتر من الار او في. ده هنا مراحل التصنيع ومراحل الويت، الوزن بتاعه قد ايه، وبيشوفوا كل حاجه ولو ركبوا ثراسترز بطرق معينه. ده فريق العمل اللي شغال في الاوتونوس اندر ووتر فيكل. بس ده فتح لنا ان احنا بقى في مصر نفتح تشالنج لينا احنا. ناس شغاله كويس في الار او في، حلو جميل ما فيش مشكله، بس احنا عايزين نفتح حاجات ثانيه. يعني ار او في خلاص بقينا نوصل لاول وثاني العالم وثالث العالم، وانا اعتقد ان احنا لو بعتنا اول خمس فرق من مصر هيقشطوا اول خمس مراكز على المسابقه الدوليه. بس احنا لازم يبقى لينا بقى الثيمه بتاعتنا. فاحنا فتحنا السنه دي ثيم جديده وتشالنج جديد اسمه اندر ووتر روبوتكس تشالنجز. دي بتتقسم لثلاث او اربع حاجات. في حاجات بالارتفيشال انتليجنس اسمها ارتفيشال انتليجنس اندر ووتر تشالنجز اندر ووتر فيكل والار او في، مسابقه عاديه كانها ار او في عاديه. واللي عايز يشارك بيختار من انهي واحده يشارك فيها. ليه احنا الحاجات دي احنا محتاجينها؟ اوتونوموس اندر ووتر فيكل ده الجزء الجديد اللي احنا شغالين فيه. وفي على مستوى العالم في ثلاث مسابقات بس اي او في. في روبوساب بتاع روبو نيشن، وفي واحده ثانيه في سنغافوره برضه تبع روبوساب، وفي واحده في اوروبا. فاحنا رابع مسابقه اي او في تتعمل. والارتفيشال انتليجنس جزء جدا من الاوتونوموس سيستمز، فلازم الـ 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 الطلبه او الناس اللي شغاله في السوسايتي تبتدي تشتغل عليه. فده معمول له تشالنج برضه لوحده. في ناس عندنا مسجله هنا وهنا وهنا، وان شاء الله ده هياخد هيتم في اخر شهر اكتوبر. احنا الحمد لله وصلنا من ان احنا دريم ما نعرفش حاجه يعني ايه ار او في، لدلوقتي ان احنا عندنا شركه او اثنين طالعين من المسابقه دي بيبتدوا يشتغلوا فور انسبكشن، وان شاء الله هيشتغلوا على كاتيجوري كلاسز اعلى. والتكنولوجي بقت موجوده عندنا. اي نعم الكومبوننت صعب ان احنا نجيبها، بس بتتجاب او نصنع غيرها في مصر، والبرودكت بتاعنا كويس. يعني في شركات بتطلع برودكت بتاعها وتديه تبعته للفرق في دول الخليج عشان يشتغلوا بيها تريننج او او او. بس ده كل اللي كنت عايز اقوله، ان احنا انطلقنا بالطريقه دي والحمد لله جايبه نتيجه اوتبوت ريزلت. واحنا يهمنا ان كل الناس تشارك في التشالنج ده، لان هو المستقبل حاليا يعني وجديد، واحنا عندنا تكنولوجي فيه ونقدر نعمله. يعني احنا مش متاخرين جامد عن العالم فيه، يعني متاخرين مثلا 15 سنه ولا حاجه فقط يعني، بس احنا نقدر نجيبهم يعني، ونقدر نعمل لينا زي سيلف
مش سيلف فاندنج، اكتفاء ذاتي لينا احنا جوه مصر على الاقل على الشغلانات الصغيره يعني الانسبكشنز الصغيره. شكرا لكم جدا يا جماعه على الوقت والتركيز، ولو في باب اسئله اظن دكتور احمد سعيد هينظمها. شكرا لحضرتك دكتور احمد على المحاضره الشيقه جدا ديت. في كام واحد كده سائل بعض الاسئله، منهم حد بيقول عايز يعرف اخبار عن المسابقه اللي هتتعمل اخر الشهر دوت. هي المسابقه دي اتفتح التشالنج بتاعها يوم 29 يونيو والناس سجلت، وان شاء الله من يوم 29 30 31 في الاكاديميه في فرع ابو قير هنا. عايز تسال ان انت تقدر تسجل فيها ولا لا؟ خلاص هو باب التسجيل قفل طبعا لان فضل اسبوعين ثلاثه عليها، بس ممكن انت تحضر نفسك للسنه الجايه تخش المسابقه بتاعت ميت تحضر نفسك ليها، ولو ما عدتش في مسابقه ميت تروح داخل المسابقه دي وقدامك كاتيجوريز كتير. طيب هل في امكانيه مثلا لحد من الطلبه المهتم ان هو يحضر المسابقه ويشوف التيمز بتشتغل ازاي او يتفرج على الروبوتس او يتكلم معاهم او يسالهم او كده؟ احنا هنعمل الحكايه دي يوتيوب ستريمينج عشان مع الاجراءات الاحترازيه حاليا احنا مش هندخل زوار مبدئيا، مفيش زوار يعني. وسؤالي كده كنا عشان النقطه دي بالظبط. احنا كنا مدخل الفرقه كلها ونحطها في تنت كبيره ونجهز لها اماكن واماكن ستيشن اريا وورك ستيشن والكلام ده كله، بس السنه دي الحته دي مش هتبقى موجوده يعني. احنا هيخش فريقين كل ساعه يعملوا الدايف بتاعتهم ويطلعوا بره الاكاديميه، مش هيقعدوا حتى في الاكاديميه عشان ايه؟ حضرتك عارف الاجراءات بتاعت الايام اللي احنا فيها. احنا عايزين نكمل اكيد المسابقه تمشي من غير ايه ما يبقى فيه مشاكل. محمد خالد اسماعيليه شاركوا كتير برضو وقعدوا فريق يوريكا 4 سنين أو 3 سنين بيعمل ملاعب بتاعه المسابقه. انا اعرف فيهم ناس كتيره جدا وحلوه جدا، وطالما هم دخلوا ان هم بيعملوا ملاعب المسابقه والتكنيكال ادفايزر بتاع المسابقه فده مستواهم عالي يعني اعلى من الفرق شويه. تمام. في حد برضو بيسال على التريننج بروجرامز الموجوده للطلبه في ثانوي الهاي سكول ستودنتس. I want to inquire about كذا. فرح انت هي من اسكندريه ولا فين ولا من القاهره؟ هو حاليا التريننج بتبقى في تريننج سنترز يعني احنا كاكاديميه مش بندي تريننج، اللي بيطلب مننا ورك شوبس نعملها و و و و احنا عندنا تريننج بروجرامز وكل حاجه بس اللي بيديه لطلبتنا يعني، لان احنا فتحنا بره هتبقى بيزنس واحنا ما بنشتغلش في البيزنس دي، احنا اللي بننظم. احنا في سنترز موجوده في كذا حته في القاهره وفي اسكندريه، وممكن تسالي فيها سؤال ابعتي على الويب سايت بتاع المسابقه على الفيسبوك او حاجه وهم هيقولوا لك. تمام. طيب اللي بعد كده في حد بيقول انا كنت مشارك وكان العائق بالنسبه لنا الماديات. ماديات وتكلفه الاشتراك. بصي يا ياسر، تكلفه اشتراك المسابقه كلها على بعض كانت ايامك في 2017 $250 جميل، وكان تقريبا ب 20 جنيه ولا حاجه يعني كلهم على بعض كانوا 5000 جنيه. زادت تكلفه الاشتراك دلوقتي وصلت $400. اوكي. وعشان تبقى عارف بس ان الاشتراك ده ارخص اشتراك في مسابقه على مستوى العالم. يعني روبو صب ب $1500 اشتراك. الاي او في في سنغافوره ب $1200 اشتراك. فريق فورمولا بيروح ب $2000 اشتراك. وكمان الفلوس دي مش بتكفي في تنظيم مسابقه، احنا يعني بناخد فلوس اشتراكات عشان ننظم مسابقه. لكن الفلوس دي مش بتكفي. احنا بنجيب سبونسرز تانية عشان تكمل بقيه المسابقه ورقمتها يعني. احنا بنعمل مسابقه عندنا في الاكاديميه دي، الاكاديميه بتدي سبورت عيني بقيمه مليون جنيه مثلا. الاشتراكات بتاعت الطلبه ما تجيش بتاعت الفرق ما تجيش مثلا 60 70 الف جنيه اللي هو اكل وشرب الحكام مش تبقى عارف، او 80 الف جنيه لاقامه الحكام بفريق العمل باكلهم بشربهم مع متطوعين. الملاعب بقى والفراشه والكراسي والحاجات دي داخله في مبالغ ثانيه.
والاذاعه والتلفزيون، وان احنا نجيب تذكرتين سفر لكل فريق مسافر، والجوائز اللي بتتوزع والبرينتينج والملاعب اللي بتتعمل، كل دي حاجات كتيره جدا. فبالنسبه لتكلفه الاشتراك، هي تكلفه الاشتراك مش كبيره عشان تبقى عارف يعني، هي ده المتوسط بتاعها، وما نقدرش نخليها اقل، لان المبلغ ده مش احنا اللي حاطينه، المبلغ ده المسابقه الدوليه هي اللي حاطاه، واحنا بناخد منه كجهه منظمه بناخد منه 20% بس عشان نكمل تنظيم، والجهه المنظمه هي اللي بتاخد الباقي كله. يعني لو انت بتدفع $400 احنا بناخد حاجه بتاع 80 مثلا ولا حاجه، وهم بياخدوا الباقي، فدي مش مننا احنا، ده سعر محطوط من جهه منظمه، وصدقني مش هي دي الفلوس اللي هتكسب المسابقه حاجه، يعني مش بنحاول نعلي عشان احنا نكسب خالص. احنا في 2018 جبنا سبونسر بتاع وي ده جاب 5 تذاكر سفر لكل فريق، وجاب اقامه الفندق لكل فريق، وعربيه لكل فريق، ده كانت طفره يعني. ففي كل سنه تبع كل سبونسر بيقدم ايه يعني. في سبونسر السنه 2019 جه قدم عمل جايزه خاصه فور سيفتي، وادى لكل واحد في الفريق تابلت اللي كسب السيفتي، والفريق اللي كسب الجائزه بتاعت السيفتي دي هو فريق اللي اخد ثاني العالم. فجوائز ماشيه سيستماتيكلي واضح على طول. برضه ياسر لو عايز يتطوع في تنظيم المسابقه، حضرتك طبعا بتذكر في بنعمل احنا فورمه فور اسمهم ايه يا ربي، فولنتيرز، فحضرتك بتسجل فيها. السنه دي مفيش لان احنا الايفنت مش كبير حاليا اللي هيحصل في اخر اكتوبر. اوعدك يعني يا ياسر ان شاء الله لو الدنيا فتحت تيجي وتخش في وتشارك في الايفنت على شهر ابريل او حاجه ان شاء الله. تمام. سي دراجونز منين يا سي؟ من الإسماعيلية. الإسماعيلية يجي ان شاء الله. احنا تقابلنا قبل كده يا محمد يا خالد ولا ايه ولا حاجه؟ عشان عارف ناس كتير من الإسماعيلية في الفريق. تمام. اي اسئله تانية؟ في حد يا شباب تاني عنده اي اسئله؟ لا، في حد كاتب في الشات ساينس ديسكفري سنتر. دكتور ايمن شديد تقريبا. يا سلام، ده انتوا شرفوا وتنوروا يعني، وكل اللي جه المسابقه في اخر 3 سنين هو عارف يعني، في الاكاديميه احنا بنعامله كانه بيته. احنا بنعمل بقى حاجه كل سنه، احنا بننزل فورم الناس تقول ايه اللي كان كويس وايه اللي كان وحش في حته التنظيم، في حاجات بنقدر نصلحها وفي حاجات ما بنعرفش يعني، احنا بنحاول على قد ما نقدر. تمام. ايه اسئله ثانيه يا شباب؟ نعم يا دكتور. دكتور احمد، حضرتك مش عايز تسال حاجه، حضرتك عمال تسالهم هم. انا الحقيقه انا شايف ان المحاضره بتاعت حضرتك كانت وافيه جدا، واذا كان انا كنت مدون بعض نقط كده فحضرتك غطيت لي الاجابات الصراحه. طيب الحمد لله، كويس جدا. باب التسجيل ان شاء الله للمسابقه الجايه هتبقى بتاعت ميت، ده ان شاء الله ممكن تلاقيه في اخر 11 يبتدي يفتح باب التسجيل. تابع برضو على الويب سايت. تمام. انا كنت حابب اسال حضرتك سؤال بقى كده، ممكن يبقى بعيد عن هل ما ينفعش ان يبقى في فريق خارج من اكتر، يعني الفريق يبقى متكون من اكتر من جامعات تعاون يعني؟ ولا عشان الاول يدخلوا في مسابقه محليه؟ الفريق اللي هقول لحضرتك لازم الفريق يبقى تابع لانستيتيوت معينه. ممكن تبقى انستيتيوت تريننج زي سنتر حد او جامعه او مدرسه، لازم يبقى تابع لحد فيه، لازم يبقى المنتور بتاعهم واحد شغال جوه، لازم يبقى ليهم منتور اكاديميك من المؤسسه شغال معاهم. تمام. فورتكس في 2018 كان عامل حاجه اسمها فورتكس، فدخل اسمه فورتكس اكاديمي، كان ليهم منتور، وكان الفريق اللي طلع اول على العالم ده كان فيه 6 من جامعه اسكندريه و2 من الاكاديميه و2 ثانوي و1 من كليه زراعه. ده كان سؤالي.
الار او في ما تسالنيش. كان هو تيم ليدر اسمه بلال ابو الخير. كمان بلال كان اقصى سنه في كليه الزراعه وقدم ان هو عايز ياخد منحه في الاكاديميه وان هو يدرس كمبيوتر ساينس ان هو مش عايز يكمل ايه الجزء بتاع الهندسه الجزء بتاع الزراعه. ففعلا اخذ منحه دراسه للحاجات الدراسيه وبعد كده بس بيدفع الاداريات تقريبا اخذ 50% تخفيض من كل الفلوس وما شاء الله هو ثالث سنه هو دلوقتي في كمبيوتر ساينس وبيساعد معانا في الانشطه بتاعتنا وفي تنظيم مسابقه والتحكيم و و و والدخول المسابقه دي حوله واداله فرصه ان هو يخش جامعه ثانيه خالص